ما توقعوش في نفس الخطأ البنات اللي درت، مشاو ليا الفلوس ديال الطياره باش خلصت لنا الطياره، وحتى فلوس وليداتي البنات كل شيء مشى. جيتهم معكم ب 34 اورو في اشايم البنات. هاد لي شوميز هادو كيجي واخا طوال، جايبينهم لكم هما والسري ولاد ديالهم البنات اليوم في ليدل. شي حاجه واعره في هاد اللون هذا، فيها الحمامر عشر البنات، راه كتجي طويله غزاله يا البنات. جايبينهم لكم اختي بالصناديلات ديالهم، شوفي لي اختي سروال شارلي، عرفتوا راه واعرين يا البنات، والكاليتي ديال الثوب غزاله، كيجيو طوال عراض مبردين في هاد الصيف هذا. شوفي لي اختي الباج، عرفتوا يا البنات راه كيحمقوا بالصناديلات ديالهم. اللي باغا تبرع على راجلها ولا على خوها ولا على الوالد ديالها بواحد اللبسه زوينه ديال تحمير الوجه، عرفتوا يا البنات ليدل جايب لكم حويجات واعرين. شوفوا لي اختي الموكاسان كيدير، عرفتوا كيحمقوا يا البنات، الكاليتي فيهم غزاله. جيب لكم البنات لي شوميز، عرفتوا علم زوينتهم يا الاخوات في اللوينات. شوفوا يا البنات السريولات واعرين واعرين، خصوصا الناس اختي اللي غيشدوا الطريق، عرفتوا البنات كيجي رطيطب زوين زوين يا البنات، وفي اللبسه كيجي اليغون وناقص 30%. هادو هما الهدايا اللي تقدري اختي تهبطي للبلاد بتحميره الوجه، البارفان ديال اديداس الزرقاء يا البنات، شي حاجه واعره واعره، خديتهم من اكسيو يا البنات، عرفتوا راه بلايص اخرين دايرين الثمن اختي، واكسيو جايبهم لكم باثمنه خياليه الاخ. ضروري ضروري اختي ومؤكد تاخذي ليا هاد السبراي هادي البنات قبل ما تشدي الطريق. هادي اختي كيجي فيها واحد الماء متلج البنات، كتجي بحال ديودورو، كترشيها على وليداتك كترجع فيهم الروح، كتكون الحال سخون، تكوني في الباطو شاده الطريق، تكوني في البحر كترشيها على وليداتك عليك على راجلك، والله يا البنات الا كترجع فيكم الروح. غير اوروشي حاجه البنات خديها ورحمي ليا الوالدين عليها. احسن ما جربت في ليدل هو هاد البريز هذا، ضروري اختي قبل ما تشدي الطريق خدي ليا هاد البريز هذا، ديه معاك اختي للبلاد. الشومبره اللي كينعسوا فيها وليداتك واللي كتنعسي فيها انت، علقي هاد البريز هذا ما تدخلش ليه نهائيا شنيوله. عرفتوا يا البنات حاطينهم لكم اليوم اختي في ليدل بكونتيتي كثيره. السلام عليكم البنات، كي دايرين لاباس عليكم؟ اش خباركم؟ كنتونا يا ربي تكونوا بألف خير وبألف صحة وبألف عافية. ايوا اختي فين وصلتم؟ مع شي تحضيرات ديال السفر؟ ايوا اختي سديتوا لي فاليز ولا مازال؟ ايوا اختكم بشرى راه اختي راه بدات كتسد. البنات ديالي اختكم بشرى غتمشي لليدل نتعرفوا اختي على لاغيفاج ديالنا اليوم الخميس، عرفتوا راه ما شاء الله جايبين واحد لاغيفاج واعر واعر واعر. كيجوني بزاف ديال الاسئلة، لهذا بغيت نجاوب عليهم اختي قبل ما نتوكلوا على الله. بالنسبة للبي ديال الطيارة كيقول لي بشرى شنو درتي؟ بزاف ديال الاخوات اللي سولوني على الدول خديت لمويمتي الاخوات، الدواء اللي بارطاجيت معكم الاخوات خديت لمويمتي، بزاف ديال البنات اللي سولوني عليه. الاخوات بالنسبه للدواء راه ضروري اختي لوردونونس ديال الطبيب يكون كاتبوني لي كاتبين لك اختي، انا راه الطبيب كتبوا لي البنات من يعني من المغرب، راسلوا لي بان هاد الدواء راه ما كاينش في المغرب وطالبوا من فرنسا، ولكن البنات راه ماشي بكارت فيتال، يعني راه كنخلصوا من جيبي الخاصه البنات، وما ما كيرومبورسي لي ولا اورو البنات، راه ما حتى شي حاجه ما كترومبورسا ليا، داكشي اللي كنخلصها البنات كنخلصوا، فهمتوا البنات؟ يعني راه هادشي اللي خلصت فيه راه ما كيطلبوش لك اصلا لاكارت فيتال، طلبوا لي السميه ديال الوالده، ما تيطلبوش لك نهائيا البنات كارت فيتال، غير باش تعرفوا البنات راه ماشي كيرومبورسيو ليكم، فهمتوا الاخوات؟ يعني خلصتهم من جيبي الخاص. بالنسبه للبنات اختي اللي كيسولوني على البي ديال الطياره، اقسم لكم بالله يا البنات الا مشاو لينا فلوسنا، والله يا البنات الا لحد الان باقي عندي البنات الروتور انا وليداتي النجليز مراكش النجليز، ما خلينا عيطنا في التليفون كاع دوك الحلول البنات اللي قلتوا لي ديري السيت عيطي في التليفون كاع داكشي اللي قلتوا لي درتوا الاخوات، اقسم بالله العلي العظيم تمشاو لينا فلوسنا. يعني باقي لحد الان يعني حنا عندنا الا بغيت نمشي انا وليداتي دابا النجليز نمشيو، لان باقي ما عرف ما بغاوش يانوا لي، ما عندناش ما كاينش كيفاش نانوا لي. وحيك البنات فاش كتقطعي كتخلصي واحد في البي ديالك كتخلصي شي حاجه زايده واش اسورانس ولا يعني باش الا بغيتي تبدلي لا دات ولا، حنا ما خلصناهاش البنات فهمتوا؟ هذاك الشيء باش ما عندناش الحق لتي شي حاجه، باقي عندنا دابا امل واحد، الامل في الله سبحانه وتعالى، هي فاش غنمشيو للمطار البنات، فاش غنكونوا غادي ان شاء الله غنمشيو عندهم للمطار. حيت قالوا لي بزاف الاخوات بوش غنسري عندهم للمطار اختي، وغادي نتمنى من الله سبحانه وتعالى يكون شي حل، واخا اختي ردوا لنا على 50%، والله يا البنات الا مشاو لينا فلوسنا. المنزولة ديالي بغيت نبارطاجي معكم، خديت البنات البارح في الفيديو ديال الاكسيون اللي بارطاجيت معكم لاغيفاج ديال لا بروموسيون ديال الاكسيون، والبنات وكتعيوا ما تسولوا فيا واش راه واش مشيتي للمغرب، والبنات وراه بارطاجيت معكم لاغيفاج البنات البروموسيون ديال الاكسيون ما خدي البارح، يعني الفيديو حطيته لكم، واليوم ان شاء الله غنمشي اختي لليدل نبارطاجي معكم اختي لاغيفاج ديال اليوم البنات الخميس.
اول حاجه البنات الفيديوهات ديالي راه ماشي قدام، انا البنات راه والله ما نكذب عليكم، ولا نمشي للبنات نصور فيديوهات ونهبط للمغرب، ومن المغرب نبدا نحط لكم الفيديوهات. هذه انا راه ما عمري ما نديرها الاخوات، راه ما عمري ما نديرها. الفيديوهات ديالي البنات انا راه جداد، انا راه ما كنمشي، انا راني ماشي في المغرب البنات، انا راني في فرنسا، ولا شي بعضين كيديروها انا راني ما نديرهاش البنات. خاتكم بشرى في فرنسا واختكم بشرى كتبارطاجي معكم بلا غيبه البنات، غير باش نتفاهموا. فيديوهاتي راه ماشي قدام البنات، الله يستر عليكم، رانا في فرنسا اختي هضري. المزونه ديالي خديت هاد البارفان زوينه 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 والله البنات، الا كنتاسف ما عرفتش كيفاش الناس كيديروها، يعني واحد في المغرب وبدا يحط فيديوهات زعما كنتاسف والله القسم البنات، الا كنتاسف والحصول كله والضمير ديالو. المهم البنات كاين هاد البارفان خديتها البارح البنات، ماشي بروموسيون ما والو، ولكن كتعرفوني البنات كنحماق على هاد الريحه ديال اديداس، خديت منها الجات البنات، هادي خديت منها الجات زوينه، احسن ريحه كتعجبني، ما عرفتش البنات لمن، ولكن غير خديتها ككادويه البنات للبلاد. بغيت نبارطاجي معكم هذه، وبغيت نبارطاجي معكم البنات الكريم اللي استعملت لبنتي، اقسم بالله اي نهار غنمشي لاكسيو ما لقيتوش البنات البارح. اوليداتي البنات عارفين اختي راه العطله. الوزونات ديالي بالنسبه للكريم، بالنسبه للكريم البنات اللي خديت لبنتي والله القسم الا واعر، عرفتي راه بغيت نزيدها واحد باش نديه معايا ان شاء الله، ولكن البنات ما لقيتوش البارح والله ما لقيتو، الا مشيت المره الجايه ان شاء الله لقيتو غنبارطاجيه معاكم. المهم هذا راه واعر 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 يا البنات والله القسم الا غزال، ديريها اختي انتيا وديري حتى لوليداتك، الولاد والبنات عرفتي كيدير لهم داك البوكلاج زوين في الشعر، قلت ضروري نبارطاجيه مع الاخوات اللي غاديين للبلاد. خذوها البنات ما تدوش اختي راه نايضه عندي العيلاله، خذوها البنات الماسك اللي كندير لبنتي وكندير ليها هذا، والله القسم الا شي حاجه زوينه اللي قلت اختي ضروري نبارطاجيها مع البنات. هادو البنات وبغيت نبارطاجي معكم، كيقول لي بزاف الاخوات اختي بشرى بغينا كريمات، بغينا كريمات نهبطوهم من البلاد، والله القسم اختي ما تلقاو بحال هاد الكريمات هادو. انا هادو راه غيبقاو عندي شيطين، راه غنمشي ان شاء الله حيت خاصني نمشي نشريهم، خاصني هيك باغا نديهم فاش غنمشي ليدل ان شاء الله، المهم الا لقيتهم راه غادي ناخذهم البنات. هادو هما اللي كننصحكم بهم البنات، خذو ديال الليل وديال النهار، احسن حاجه اختي خذيها لاختك، خذيها لمامتك، بنت عمك، بنت خالك، بنت جدك، اي واحد بان لك اختي الوجه ديالو مكرفص وبغيتي ديري معاه جيست زوين خذي ليه هاد الكريمات هادو، والله اختي ترحم لك الوالدين. هادو اختي بغيت نبارطاجي معكم حيت كيجوني بزاف ديال الاسئله، اختي بشرى كريمات زوينين، هادو كريمات زوينين ورخاص البنات، ما غنطولش عليكم حيت اختي لاغيفا جينا مطرطق الميزات. البنات بغيت نبارطاجي معكم الجيل نيطويون اللي خديت اخر مره وبارطاجيت معكم الجيل البنات، دوماج راه ماشي بروموسيون البنات، دوماج الاخوات هذا هو اللي خديت ديال الخرقوم، راه كندير البنات اورو 99 باش خديته انا، البنات دابا راه رجعوه ل 3 اورو 49، 3 اورو البنات، لا هذا لا الخضر ديال نيفيا، لا حيت كانوا حاطين هذا وحاطين الخضر ديال نيفيا وحاطين الاحمر ديال بومبلوموس البنات، كانوا هما ثلاثه، كانوا ثلاثه الخضر ما كانش بروموسيون البنات، كلهم كانوا دايرين اورو 99 فهمتوا البنات. لا الخضر كانوا دايروا له 3 اورو شي حاجه البنات، لان ولكن البنات راه كلهم دابا رجعوا للبخي ديالهم العادي، كلهم البنات رجعوا للبخي ديالهم عادي. كيف كنقول لكم انت كنتاسف باقي الناس كيبارطاجيو البرومو القديمه، والبرومو القديمه راه سالات السيمانه اللي فاتت، حنا راه السيمانه اخرى راه ما كاينين لا برومو لا شي حاجه. بالنسبه اللي باغي ياخذ هاد لي جيل دوش انا راه كننصحكم بهم والله القسم البنات شي حاجه زوينه، ولكن فاش كنت كنقول لكم طايروا كانوا اورو 99 دابا اختي البنات رجعوا للثمن ديالهم العادي، ولكن زوينه البنات هو باش كنغسل دابا والله القسم البنات. هذا لا ديفيرونس ما بين هذا والخضر، الخضر البنات كيقومي يعني كيحق شويه، هذا واخا هما كاتبين فيه فيها البنات يعني كيقومي ولكن شويه رطيطب، يعني ماشي بحال الخضر ولكن زوين، يعني اللي عندهم لي بوانوار اللي عندهم الحبوبه اختي اللي كيصفي لك الوجه والله يا اختي الا كننصحك به، ولكن غتاخذيه بالبخي العادي. المهم الزبونه ديالي ما غنطولش عليكم، كنتمنى يا ربي هذا الشيء يكون الاعجاب ديالكم الاخوات، خصوصا بغيتكم تاخذوا هذا والله يا البنات اللي باغات هكا على حساب وليداتها خذوها البنات، عوض ما كديري لهم الزيت وعوض ما سميتو ديروا لهم هذا الكريم هذه، عرفتينا راه تصدمت البنات والله القسم الا تصدمت، عجبتني بزاف بزاف، وغادي نرجع ان شاء الله غناخذ منها الجات الا لقيتها يا البنات، الا لقيتها حيت راه كطير خديت الكريمه البنات شي حاجه زوينه. دابا ان شاء الله غنمشيو ليدل نتعرفوا على الغيفاج ديالنا، ما تبخلوش على خصكم بشرى بالجيم والبارطاج، كنبغيكم يا احلى اخوات، وشكرا شكرا بزاف على التعاليق الزوينين ديالكم يا احلى اخوات.
واحد لاغيفاج واحد لاغيفاج عرفتي واعر واعر واعر، خصوصا الاخوات المحجبات، الاخوات اللي كيبغيو هكا لبسه طوال سري ولا تشارلي، عرفتي ما جيبي لكم واحد لاغيفاج ان شاء الله كلشي غادي نبارطاجيه معكم، غير خليكم معايا. بغيت نبدا لكم البنات بهاد الصبابطات هادو اللي عجبوني ما شاء الله، غزالين غزالين. اللي باغا تاخذ هكا كادويات للبلاد، باغا تاخذ يا اختي راجلك على حسب السوقان الطريق، الناس اللي غيشدوا الطريق، عجبوني البنات مريحين وزوينين يا الاخوات، تقدري تاخذي حتى الواليد ديالك خوك لعمك زوينين يا البنات. دير لهم 11 أورو 99 موكاسان، فيها جوج ديال اللوينات بواحد الثمن اللي رخيص بزاف، 11 أورو 99 كاين فيها البنات. هذا كيجي يعني بحال شكل ديال الجين، وكاين فيها القهوي، عرفتوا البنات راه كانوا جابوهم وكانوا طاروا يا الاخوات، هانتوما عرفتوا زوينين كيجيو بلا 11 اورو اختي 99. وجايب لكم واحد اللبيسه يا البنات اللي حمقتني ما نكذبش عليكم، وهي هاد اللبسه هادي، بزاف ديال الاخوات اللي كيتسناو فيها هاد السري ولا تشارلي، عرفتي اختي كي غادي تجيك اللبسه، عرفتوا يا البنات كي غادي تجيك اللبسه واعره واعره، عرفتوا السري ولا هذا البنات ماشي ضروري تاخذي ليه هذاك، يعني هذوك هما حاطينها على شكل غوب، هادي كسوه يعني هما حاطينها كسوه، ولكن حنا ما كنلبسوهاش كسوه، كنلبسوها على شكل شوميز. هذا بحال الموديل ديال اشيم البنات، هاد الموديلات كنلقاهم في اشيم، والله البنات الا كنلقاهم 39 أورو يعني كنلقاهم غاليين. هاد الموديلات في اشيم البنات راه فيها هاد اللون هذا، انا غنوريكم البنات، وفيها حتى الحمامر، هادو راه كنلقاهم في اشيم البنات غاليين، والله البنات الا غاليين. هاد الستيل هذا اليوم اختي اللي جايبهم لكم بواحد الثمن رخيص، شوفي لي اختي القويميجه كي دايره على مزويناتها، تزيدي مع واحد البنطالون ولا تزيدي مع اختي لي موديل اللي لبستي معايا يجيها زوين. عجبتني البنات لا شوميز زوينه، كاين هذا الموديل هذا وكاين هذا اللي جايبين لهم البنات السروال، عرفتوا غزالي البنات السريويل على مزويناتو، فنيون فنيون كيجي البنات لولا، هذا التوب لولا فنيون. كاين هذا الموديل ولا شوميز عجبتني، نقول لكم الاخوات الثمن، وكيجي البنات هنا فيه لاستيك زوينه البنات فنيون، عجبني بزاف. المهم نقول لكم اختي الثمن، هانتوما شوفي لي اختي هذا كومبينيزون، هذا ماشي كومبينيزون هذا البنات، هذا غوب، هذا مشيت البنات حتى الله كيسولت عاد اختي رجعت عندكم البنات، هادو دايرين فوق 99 وغيبقاو لكم ب 7 أورو 99، 7 أورو البنات 99 فنين فنين. سري ولات اختي غيبقاو لكم ب 6 أورو 99، حتى هما كانوا دايرين لهم فوق 99، كاين فيهم هذا الموديل هذا وكاين فيهم حتى هذا الباج هذا، كننصحكم بهم يا البنات. هانتوما يا الاخوات شفتوا كاين حتى هذا الباج هذا، والباج حنا كنعرفوا كيتماشى مع بزاف ديال الحويجات، الباج اختي كيتماشى مع بزاف ديال الحويجات، وغيبقى لكم بثمن رخيص اختي. هذا عرفتي كيجي في اللبسه زوين، وخصوصا في الصيف، وتا هكا الطريقه البنات لولاه كيعجبني البنات، مريح في اللبسه. كاين هذا الموديل الاخوات، وكاين حتى هاد السريولات هادو زوينين، هاد الموديلات هادو تا هما شفتوا الاخوات كيجيو على هاد الشكل هذا، سريولات فيهم لي طاي يعني اكس ال ال، فهمتوا زوينين، كانوا جابوهم شحال هذا وكانوا طارو، ديروا لهم ناقص 30% البنات، كتجي اختي اللبسه ديالو على هذا الشكل هذا فيه جويب، فهمتوا، ولكن هادو مانيفيك، هادو اختي راه ايليغون البنات زوينين، هادو يعني فنيونين بحال هاد الموديلات هادو، يعني زوينين ما بيهمش فهمتوا، ولكن هادوك واعرين. هادو اختي نقول لكم الثمن ديالهم فيهم غير جوج ديال اللوينات من 6 أورو 99 غيبقاو لكم ب 4 أورو 99. الا خديتي اختي راجلك الصبابيط خذي لي اختي حتى لا شوميز، خذي لي اختي حتى لا شوميز، عرفتوا على مزويناتهم. كاين هذا الموديل هذا جيبي لكم البنات بالنسبه اللي باغين نسكم وبالنسبه اللي باغين لكم، فهمتوا يعني اختي الموديلات بجوجهم كاينين، كاينين فيهم بزاف ديال اللوينات، كاينه البيضة، كاينه البنات هذا النوار هادي، شوف الاخوات كاين هذا الزرقاء هادي، شوف زويونين. هادو اختي درو لهم ناقص 30%، عرفتي الناس والله البنات شوف الناس بداو كيهزوا يا الاخوات، من فوق 99 دير لهم ناقص 30% غيبقاو لكم ب 6 أورو 99. هادو هما اللوينات البنات اللي كاينين في هذا نصكم، بالنسبه لكم البنات كاين فيها الزريرق، فيها البنات هذا شويبي وهذا زريرق، حتى هادي زوينه، شوف الديزاين ديالها كيدير فنيون، وفيها حتى الخضيضر البنات، فيها حتى الخضيضر، شوف على مزويناتهم يا البنات، حاطين لكم لي انتريسي، حاطين لكم الاخوات حتى هاد الشورطات هادو، انا بغيت ناخذ شورطات الراجل، لا ماشي شورطات هادو سراول، لي سراول هادو البنات زوين، هاد الستيل هذا البنات شفتو كي تيجي، كيجي خفيفه البنات، خصوصا هادو الطريق عرفتو رطاط بين البنات، والله القسم الا رطاط بين، هانتوما البنات شفتو رطاط بين البنات زوينين، كاين فيهم هاد النوار هذا، مش واش كاين شي لون اخر، والبنات كاين فيهم الباج هادو ديال الرجال، كاين فيهم الباج البنات نقول لكم، وفيهم حتى الزريرق زوينين يا البنات فنيها، فيهم حتى هاد اللون هذا، فيهم ثلاثه ديال اللوينات شفتو،
شغل الناس زويونين عجبوني عجبوني، خصوصا الناس اللي غيشدوا الطريق. هذا اختي ديري معاه هذا الصبيبط هذا، هانتي اختي لبسه قديتيها لراجلك زوينه، ديري لهم اختي واحد الشوميز بالبيض هانتي اختي، وقولي دابا واش ما تبرعتيش عليه. والله يا البنات تقدري اختي ديري حتى اونصامبل بالنسبه للناس اللي بغي اللون في اللون، ولكن انا جي بريفير الابيض، عجبني البيض البنات كيجي زوين الابيض مع الزريره قشطه. عرفتوا علام زوينه نتوما البنات؟ تاخذي اختي لبيسه كامله مكموله، فرحي بها اختي راجلك فهاد الايام هذه اختي ديال العطله، خصوصا يشد بها الطريق مريحه البنات، عجبتني. خويا البنات انا كنصور والناس يا البنات بداو كياخذوا في السراول، عرفتوا راه غادي يطيروا يا البنات، بداو الناس كياخذوا فيهم يا الاخوات. نقول لكم هاد الشورطات هادو البنات اللي عجبوني، اللي باغا تاخذ اختي لبيسه، شوفوا يا البنات كي جات يعني مع نفس القميجه ومع نفس السروال مع نفس الصبيبط، جات واعره البنات، تقدري تلبسيها مع باسكيت بيضاء، تقدري عرفتوا زوينه البنات، واعرين واعرين، عجبوني عجبوني. اللي انتريسي اختي اطار الليدل زوينين، كاين هاد الشورت هذا في هاد اللون هذا، كاين البنات حتى في هاد الشويبي هذا، هذا اللي يجيو للوليدات يجيو حك فيهم حتى ليطاي صغار، فهمتوا؟ كاين هاد الموديل هذا حتى هو يجي يتمشى مع البيضاء البنات، كاين هاد القهيوي هذا فيهم بزاف ديال اللوينات، ها نتوما كاين فيهم حتى القهيوي الاخوات شفتوا، كاين حتى هاد القهيوي هذا اللي زوينه البنات، انا اختي كيعجبني البيض كيتمشى مع كلشي، ها نتوما البنات شفتوا، تزيدي على اختي هاد الصبيبط هذا، هي اختي لبيسه واعره. ها نتوما بالنسبه للناس اللي ما باغيينش هكا السروال، والله البنات الا شورتات غزالين راه كيحطوهم كيطيروا في اكسيون غير نافوغ وتسعود وتسعين. حتى البنات الموديلات هاد القويمجات هادو نفس الموديل ديال هادي اللي كتجي ما فيهاش الكم البنات، نفس الموديل، يعني بغيتي قميجه كم ما بغيتيهاش كم، ها نتوما البنات نفس الموديلات كاينين في الكم وكاينين البنات حتى في نصكم. شو الاخوات شي حاجه زوينه، وفيهم حتى الام، يعني حتى الوليدات تجي الام فيهم حتى الاكس ال، والكاليتي غزاليه الاخوات. أقول لكم هذا البنات ديال هذا اختي كيجيو فيه ربعه ديال البريزات، وكيجي الكابلي ديالو طويله البنات، بحال دابا كتكوني محتاجه شي حاجه، محتاجه الضو على برا ولا محتاجه، فهمتوا؟ يعني كديري هذا في الدار وهذا كتخرجيه البنات، لانه كيتجر ما شاء الله، راه كيتجر يا البنات هذا زوينين هادو، حاطين منهم كونتيتي كثيره وكينفعوا، تقدروا اختي تهبطوا معكم حتى للبلاد والله الا كينفعوا، 14 اورو 99 راه ما غاليينش البنات. حاطين حتى هاد البريزات هادو، هادو كي فيهم جوج ديال الموديلات، كاين هذا اختي كيجيو فيه جوج البنات، وكل واحد فيه ثلاثه، فهمتوا؟ هذا اختي ديال البريزات، وكاين واحد كيجي واحد كبير كبير الله سبحانه وتعالى، وكاين هذا كيجيو فيه جوج ربعة سته، يعني سته هذا فيهم سته، فهمتوا البنات؟ هذا من هنا كطفيه ومن هنا كتشعلي، زوينين. الثمن ديالهم اختي 7.99 اورو. اللي خاصها يا اختي شي سلوم طير اختي الليدل، جايبين لكم البنات السلالم، هادو اختي راه الماركه ديالهم واعره يا البنات، شوفي يا اختي الرجيلات ديالهم كيدايرين ما يزلقوا ما تيشي حاجه، الكاليتي ديالهم واعره البنات، كيجيو على هاد الشكل هذا البنات، فيهم جوج هادو كيهزوا لك البنات حتى ل 150 كيلو، يعني اختي ما تفوتيش لي 150 كيلو. تخوازون ديال لا غارونتي الاخوات من 19.99 اورو، يبقاو لكم 14.99 اورو، دير لكم ناقص 25%، هادو كينفعوا البنات بزاف، كتبغي تخملي كوزينه، كتبغي المهم بزاف ديال الحوايج كتبغي تطلعي تست فيها هكا البلاكارات ولا، كينفعوا البنات. واحسن حاجه اختي كيتجمع فاش كتحتاجيه كتجبديه، فاش ما كتحتاجيش اختي كترديه، ولا الريدويات باغا تعلقي ريدويات ولا، كينفعوا يا البنات وما كياخذوش لك اختي لي سباس، جايبينهم لكم اختي بكونتيتي كثيره. وحط لكم هاد الصناديلات هادو البنات لشي حاجه زوينه 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 يا البنات، فنين فنين كيحمقوني، خصوصا هاد الستيل هذا انا راه عندي منه يا البنات، عندي اللوينات كيعجبوني في المشيه، كيعجبوني البنات هاد الصناديلات هادو في المشيه، فنين فنين. كاين هاد اللون هذا كيجي البنات هذا كيجي بحال بيض كري، فهمتوا البنات؟ وكاين هاد الموديل هذا، عرفتوا راه في ليدلات الاخرين راه ما بقيتش كنلقاهم البنات، كنلقى غير شي حاجه قليله. شوفوا البنات ليدل ديال لوزان دير لهم 6.99 اورو. اللي وليدات هقت لهم شنيوله، اللي اختي عنده مشاكل ديال شنيوله في الدار، خذي لي اختي غير هاد البريز هذا البنات، هذا راه واخا تاخذوه حتى للبلاد راه تاخذوه حتى للبلاد اختي، تكوني غادي هكا ديه معاك للبلاد وركبيه في الشومره فين كينعسوا وليداتك. هذا اختي كيحرق هذيك الناموس وكيحرق شنيوله وكيحرق كلشي البنات، كيدخلوا بحال هكا وكيمشيو البنات لهاد الاضاءه هذه وكيتحرقوا. شي حاجه زوينه اللي كننصحكم بها البنات، راه ديري ليها 6.99 اورو، 6.99 اورو تخوازون ديال لاكارونتي. كاين حتى هذا الموديل هذا، هذا كديريه في الدار، هذا هذه كتشعليها بحال هكا في الدار، فهمتوا البنات؟ كتجيب البريز، كاين هذا الموديل هذا اختي وكاين هذا الموديل هذا، زوينين البنات هادو، كتشعليهما البنات وكتجي هكا شنيوله فين ما كانت كتجي لهنا وكتحرق اختي،
زوينين البنات والله. سبقت فيا التحرق ولكن اختي راه ديري العجب في وليداتنا، راه كاينو ضم طبعين مساكن وكل حبوبه هي حبوبه. هانتوما البنات من فوق ديري لهم 99، يعني خدي هذا الموديل ولا هذا الموديل اللي بغيتي، وهذا كننصحكم به البنات في الشومبرات، راه ديري له غير 6.99 أورو. طولوني بزاف ديال الاخوات على الشوكولات. اختي بشرى واش باقيين حاطين في حاطين الشوكولات؟ البنات انا راه فين ما جيت كنلقاها البنات، ها هو كنقولها لكم دائما، هزيها اختي وسيري لاكيس، راه غير انغو يا البنات الشوكولات انغو. جوني بزاف ديال الاسئله على ايكخو ديال الشمس، واش اختي بشرى حاطينهم في اليد؟ البنات راه حاطينهم لكم اختي بكونتيتي كثيره البنات. ايكخو ديال الشمس ها هو البنات، راه ديروا له غير البنات هذا غير 2 أورو، ما عرفتش انا البنات شنو الثمن، ها هو دير راه داير غير 2 أورو البنات، هذا حيت انا خديت منه 2 أورو يا البنات. كنصحكم بها الاخوات، وبغيت نبارطاجي معكم واحد الحاجه واعره واعره بالنسبه للناس اللي غيشدوا الطريق، الناس اللي غيشدوا الطريق ضروري اختي ليك ولا لوليداتك، والله اختي تترحمي لي الوالدين عليهم. هذا راه كيجي عباره على ميم ثلج اختي، كيجي في هذا القرعه هذه بحال الشكل ديال ديودوغو، هذا اختي كنصحك بها اختي. هذا حتى كتكوني هكا في البلاد غادي مع وليداتك في لابوسيس اختي كيكون الحال سخون، هذا كتحيدي اختي كومسا وكترشي على وليداتك، عرفتي كترجع فيهم الروح يا البنات. شي حاجه واعره ترشيها عليك انت على راجلك، راجلك غادي يشد الطريق الحال سخون ليك انتيا، كتكوني في السوق ولا في المارشي ولا في البحر واعر يا البنات، راه دير له غير اورو شي حاجه زوين. هذا اختي غير جربوه ورحموا لي الوالدين عليه، هذا اختي راه كاين في سوبر مارشيات كلهم في اليد فين ما مشيتي اختي كاينين، ضروري ما تاخذي اختي قبل ما تشدي الطريق.